وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث. أستاذ دكتور شاكر، بعد التحية، كيف تابعت اليوم هذه الزيارة ومؤتمر الحوار المناخ المنعقد في العاصمة الألمانية برلين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بالسادة المشاهدين. حضرتك القمة دي جاية في وقتها جدا جدا. دكتور شاكر تفضل. الو تفضل يا فندم، تفضل يا دكتور. اتفضل اسمعك. حضرتك القمه دي جايه في وقتها جدا جدا، تحضير هام للقمه ان شاء الله المعقده في مصر في كوب 27 في شرم الشيخ ان شاء الله في شهر نوفمبر. سياده الرئيس وضع نقاط هامه على الحروب، واهمها ان هو تضافر الجهود الدوليه من اجل خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. النهارده لما المانيا هي نفسها تضيف القمه دي وهي من الدول الصناعيه الكبرى المتسببه في المشكله، ده حاجه كويسه جدا ومبشره جدا ان هي بتضع يدها في يد المجتمع الدولي، بحيث ان احنا توفير العلوم والتكنولوجيا، توفير الدعم المادي والمعنوي لكل الدول الفقيره والدول الناميه المتاثره بتغير المناخ. هذه القمه في غايه الاهميه. عندنا خطوط عريضه هامه، اهمها ان بنقول نرجع ل 1.5 درجه او نبقى على 1.5 درجه مئويه الى ما قبل الثوره الصناعيه الكبرى، وبنقول عليها قمه التنفيذ. احنا عندنا بنود هامه وتوصلنا اليها في باريس. هذه القمه المنعقده في مصر ان شاء الله بنامل ان هي تكون قمه التنفيذ، سواء تنفيذ على ارض الواقع مادي ومعنوي، والدول الصناعيه الكبرى تحد من بعثتها وتتجه الى الطاقه الجديده والمتجدده، وده ان شاء الله ده في مصر احنا سباقين فيه. اشتغلنا على تطوير شبكه الطرق، اشتغلنا على استخدام طاقه جديده ومتجدده، طاقه الرياح وطاقه الشمس، اشتغلنا على تبطين الترع، اشتغلنا على تطوير الطرق، كل ده بشأنه من شأن الحد والتخفيف من الانبعاثات، على الرغم ان احنا دولة متأثرة وانبعاثاتنا لا تمثل 6% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نعم الدكتور شاكر، حضرتك ذكرت ان يعني هناك اتفاق على ابقاء على 1.5 درجه مئويه قبل الثوره الصناعيه، يعني هل من وجهه نظرك يستطيع العالم ان يحافظ على هذه المعدلات؟ هو حضرتك احنا في ظل ازمات طاحنه، ازمات غذائيه وحرب روسيا مع اوكرانيا، ده خلى كنا ماشيين في الاتجاه الصحيح وكنا نقدر نحقق أو العالم يقدر يحقق هذا في فترة قصيرة، لكن الحرب اللي اندلعت دي خلت العالم يتجه إلى الفحم الأحفوري ووسائل الوقود التقليدية مرة أخرى، لكن لا مفر إن احنا لازم نرجع إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ونطور من صناعاتنا، العالم كله مش مصر يعني، العالم كله يطور من صناعاته، بحيث إن احنا لو درجة الحرارة ظلت أو الانبعاثات ظلت في هذا الاتجاه هيكون على سلامة المواطن بصفة عامة أو هتؤدي إلى الوفاة، وبالتالي لازم ما فيش مفر إن احنا نلجأ إلى هذه الوسائل اللي هي تحد من الانبعاثات وتقلل من درجة حرارة الكون، وبالتالي نقدر نتماشى مرة واحدة واحدة كده مع أساليب التكيف مع التغير في المناخ، بحيث نحصل على الغذاء الآمن للمواطنين في كافة الدول. شكرا جزيلا دكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث.